جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجدت الفتاة نفسها طاهرة في الصباح ثم اغتسلت ولم تكن قد نوت صيام ذلك اليوم على أساس أنها لا تعلم أنها سوف تطهر فيه، فهل يصح صيام ذلك اليوم؟ هذه الحائض إذا طهرت في أثناء النهار في أوله أو في وسطه أو في آخره تنوي الإمساك بقية اليوم، يجب عليها الإمساك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم من أيام أخرى لأنها لم تصمه كاملا ولم تنوي الصيام من الليل، فهو صيام غير كامل فتقضي. نعم.